بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في الروايات والأحاديث الدال على أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ورثة الأنبياء يرثون علمهم ومواريث النبوة من كتبهم والأمور الأخرى التي تبين في طي الأحاديث المختلفة كنا في حديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حيث كتب كتابا إلى عبد الله ابن جندب في هذا الكتاب الإمام الرضا يبين منزلة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من حيث العلم وقد مضى شطر من هذا الحديث حول ولايتهم التكوينية الشطر الآخر من هذا الحديث حول ولايتهم التشريعية فيقول الإمام الرضا في كتابه هذا: نحن النجباء النجاة، ونحن أفراط الأنبياء، ونحن أبناء الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله عز وجل، ونحن أولى الناس بكتاب الله، ونحن أولى الناس برسول الله، ونحن الذين شرع الله لنا دينه. فقال في كتابه شرع لكم الى اخر الايه الشريفه. في هذا المقطع من هذا الحديث الشريف الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يبين علمهم عليهم الصلاه والسلام علم الائمه بالتشريع، يعني جميع التشريعات التي انزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه. جميعها يعلمها الائمه لان رسول الله صلى الله عليه واله علم امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام جميع التشريعات، وهكذا من امام سابق الى امام لاحق، كل التشريعات الالهيه يعلمونها. لاجل بيان هذا هذه الحقيقه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقدم مقدمه. فيقول نحن النجباء النجاة. الانسان الذي الله سبحانه وتعالى يعلمه التشريع كاملا، ويجعله واسطة في تبليغ هذا التشريع للناس. هذا الانسان يجب ان يكون ذا منزلة عالية يكون قابلا وله القابليه لهذه المهمه لان الله سبحانه وتعالى حكيم لا يعبث ولا يعمل ما ليس فيه حكمه نحن كبشر اذا مثلا اراد رئيس الدوله او وزير التعليم العالي مثلا ان يعين رئيسا لجامعه رئيس الجامعة ما يجيب واحد أمي يخلي رئيس للجامعة هذا عمل ليس من الحكمة وبعض الأحيان في الدكتاتوريات يتحقق أمثال هذه الأمور لكنها دكتاتوريات لا حكمة لها الإنسان الحكيم النظام الحكيم يختار من يناسب ليكون مديرا للجامعة مو الإنسان الأمي ولا الإنسان الذي لا دخل له في التعليم وإنما يختارون مدير الجامعة من أساتذة الجامعة من الذين تدرجوا درسوا سنوات طوال من الابتدائية إلى أن تخرجوا من الجامعة كان مدرسا في الجامعة مثلا سنوات طويلة ترقى بالتدريج سلم الإداريات إلى أن يصل إلى مثلا يكون الى قابليه لكي يكون مديرا للجامعه يقولون هذا الشخص مؤهل لذلك فينصبونه زين الانسان العادي ينظر الى هذا الامر بانه من الحكمه خلاف هذا خلاف الحكمه الله سبحانه وتعالى احكم الحكماء زين عندما يريد يختار انسان لمهمه عظيمه مهمه التشريع الالهي الذي هو الواسطه في نيل الانسان لرحمه الله سبحانه وتعالى، والرحمه هي الغرض من الخلقه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، زين هذا الانسان إذا يريد ينال الرحمه الالهيه الكامله التامه، هذا الانسان يجب ان يتعلم التشريع وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زين كيف يتعلم التشريع؟ يتعلمه عبر الانبياء، زين في زمان للانبياء ما موجودين، يتعلمه عبر الاوصياء. هؤلاء الانبياء، هؤلاء الاوصياء يجب ان يكونوا بمستوى عال من القابليه حتى يكونون واسطه بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يصطفيهم. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس فإذا يجب أن يكون هذا الإنسان مصطفى إذا كان هذا الإنسان مصطفى يعني الله سبحانه وتعالى أهله خلقه مؤهلاً لحمل هذه المسؤولية طبعاً هذا الإنسان بدايته يكون اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ونهايته تكون الفوز بالمقامات العاليه من الجنه. هذا الكلام الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يلخصه في كلمتين حينما يريد يبين انهم عالمين بالتشريع فيقول: نحن النجباء النجاة النجباء جمع نجيب النجيب يعني شنو؟ يعني كريم الأصل، المراد شنو هو؟ أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، زين مراحل الاصطفاء تبين في أحاديث أخرى كيف الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، كيف خلق أرواحهم، كيف خلق أجسامهم، كيف علمهم، وكيف اختارهم على سائر الناس، نحن النجباء. يعني المصطفين وفي الايه القرانيه الاخرى الله سبحانه وتعالى حينما يبين انه انزل هذا الكتاب على رسوله يبين انه بعد الرسول ماذا يكون فيقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني بعد الرسول اكوناس الله سبحانه وتعالى اصطفاهم فعلمهم علم الكتاب وحينما علموا علم الكتاب الله سبحانه وتعالى جعلهم عدلا للقرآن ويشير إليه الرسول صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي نحن النجباء النجاح النجاح جمع ناجي يعني في الآخرة نحن الله سبحانه وتعالى يمنحنا مقامات العالية زين ونحن أفراط الأنبياء الفرط جمعه أفراط الفرط شنو هو المتقدم على الناس طلبا للماء يعني مثلا مجموعة من الناس في قافلة يسيرون في الصحراء زين هؤلاء يحتاجون إلى ماء فاحيانا يرسلون شخصا يتقدمهم لكي يبحث عن الماء فهذا يسمى فرط ثم هذه الكلمه استعملت للذي يهدي الناس الهادي هو فرط لانه يسبق الناس الى الهدايه فيتبعونه الى ذلك كما ان الذي يجد الماء يدعو الناس الى ذلك الماء ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة هؤلاء هدات الناس عليهم أن يتبعوهم لكي ينالون النجاة والفوز ونحن أفراط الأنبياء هذه الإضافة بمعنى من يعني أفراط من الأنبياء يعني نسبق الناس في الهداية نهدي الناس وهذه الهدايه من الانبياء يعني من رسول الله محمد صلى الله عليه واله ونحن ابناء الاوصياء او ابناء الاوصياء يعني اوصياء الانبياء السابقين يعني بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه واله كانت فتره من الرسل يعني بعد عيسى لم يكن رسول الا محمد صلى الله عليه واله. طبعا في هذه الفتره كان انبياء لكنهم غير رسل كما يظهر من بعض الروايات. نص الايه على فتره من الرسل. لكن الحجه لم تنقطع من ادم اول بشر خلقه الله سبحانه وتعالى كان حجه الله الى اخر بشر يبقى على الارض هو حجه الله. فحينما يرفع الله حجته تقوم القيامه. زين. بين اول حجه واخر حجه لا انقطاع في الحجه. بين نبي ووصي، زين بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله محمد صلى الله عليه واله ما كانت ما كان رسل. كان انبياء قلائل. هذه الفتره بين 500 سنه الى 600 سنه كان هناك أوصياء هؤلاء كانوا أوصياء عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أولهم شمعون الصفا شمعون الصفا أول وصي لعيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن رسولا لكنه كان وصيا لعيسى وهكذا إلى أبي طالب عليه الصلاة والسلام كما يظهر من بعض الروايات أبو طالب والد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عم الرسول صلى الله عليه واله، كان اخر اوصياء عيسى عليه السلام. حسب ما يظهر من بعض الروايات. فهؤلاء كثير منهم كانوا اباء الرسول صلى الله عليه واله. كثير من هؤلاء الاوصياء كانوا من اباء الرسول، لانه نحن نعتقد كما ورد في الروايات الصحيحه المعتبره ان اباء الانبياء والأوصياء كلهم مؤمنون إلى آدم وحتى آزر لم يكن الأب الحقيقي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما كان عمه أو زوج أمه حسب الروايات فلذا كان يخاطبه بيا أبته لأنه كان زوج أمه أو عمه ولا منافاة بينهما لعله كان عمه ثم بعد وفاة أبيه تزوج أمه فآباء الرسول صلى الله عليه وآله كلهم كانوا مؤمنين موحدين وكان فيهم الأوصياء لذا يقول ونحن أبناء الأوصياء ونحن المخصوصون في كتاب الله يعني أنت عندما تشوف القرآن نزلت آيات في حقهم خاصة لا تشمل غيرهم الآيات القرآنية التي نزلت في المؤمنين بعضها آيات عامة تشمل تشمل كل المؤمنين. والأئمة عليهم الصلاة والسلام مصداقها البارز. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه تشمل جميع المؤمنين. لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام المصداق الأبرز. لكن بعض الايات خاصه بهم لا تشمل سائر المؤمنين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الايه خاصه بهم لا تشمل سائر الناس حتى زوجات الرسول حتى العامه ايضا رووا في كتبهم ان رسول الله خاطب بعض زوجاته كام سلمه مكانك وانت على خير انت مو من اهل البيت لكن انت مرأة مؤمنه متدينه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، هذه آية خاصة لا تشمل سائر المؤمنين لأنها تثبت الولاية الإلهية بمعنى السلطة والحكومة والأولوية بعد رسول الله صلى الله عليه واله فلذا يقول نحن المخصوصون في كتاب الله، زين أصل مصطفى أبناء الأنبياء ابناء الاوصياء نهايته في القيامه هو في قمه الجنه الله سبحانه وتعالى مدحه في القران الكريم هذا الانسان له قابليه لان الله سبحانه وتعالى جعلها فيه ان يحمل علوم التشريع وان يبينها للناس ونحن المخصوصون في كتاب الله عز وجل ونحن اولى الناس بكتاب الله لانهم عدل القران كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هذا معناه انه يعلمون كل خصوصيات القران جميع علوم القران عندهم ولا يفترقون عن القران ابدا لا بخطا لا بسهو لا بمعصية لا بجهل لأن الإنسان إذا أخطأ في خطائه قد يكون معذورا لكنه افترق عن القرآن قد يسهو قد يكون في سهوه معذورا لكنه في سهوه افترق عن القرآن لأن القرآن لا خطأ فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعدم افتراقهم عن القرآن معناها أنه يعلمون جميع علوم القرآن لأن الذي يجهل علوم القرآن بمقدار جهله هو مفترق عن القرآن ولو هو معذور في ذلك. ونحن اولى الناس بكتاب الله. ونحن اولى الناس برسول الله. اذا من جهة النسب والقرابة فهم اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه واله. في زمان بني العباس كان هناك سجال فكري. بني العباس كانوا يقولون نحن ذرية العباس والعباس هو عم النبي فنحن اولى بخلافة رسول الله صلى الله عليه واله من غيرنا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واتباعهم كانوا يقولون نحن أولى الناس برسول الله لأننا من ذرية الرسول صلى الله عليه واله. هذا السجال كان موجود في يوم من الأيام هارون السلطان العباسي سأل الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عن ذلك الإمام أجاب بجواب أفحمه فقال له إذا بعث رسول الله ونشر الآن ثم جاءك خاطبا بنتك أتزوجه بنتك؟ قال نعم ولي الشرف في ذلك رسول الله يخطب بنتي فقال له الإمام موسى بن جعفر لكنه لا يخطب بنتي ولا أزوجه قال لما؟ قال لأنه ولدني أنا حفيدة بنتي بنت فأنا يعني نتيجة الكلام أنه أنا أقرب إلى رسول الله منك وأيضا في قضية أخرى الإمام عليه الصلاة والسلام استدل بآية أخرى بأن العباس لم يكن له صلاحية للولاية بدليل أنه لم يهاجر وبعد فتح مكة انقطعت الهجرة لا هجرة بعد الفتح والعباس إلى حين فتح مكة كان ساكنا في مكة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما له ولاية فالعباس لا ولايه له وانما الولايه لعلي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يبين حال اسره الرسول صلى الله عليه واله فيقول: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه واله الرسول اولى بكل مؤمن من نفسه. يعني رسول الله صلى الله عليه واله كان اولى بزينب بنت جحش من نفسها، ما كانت تريد تتزوج زيد بن الحارثه، الرسول زوجها زيد بن حارثه ونزلت ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم. فالرسول صلى الله عليه واله اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم. زين هذا بالنسبه للرسول زين شنو دور زوجات الرسول وازواجه امهاتهم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم دور زوجات الرسول صلى الله عليه واله دور الامومه وهذه الامومه تم تفسيرها وبيانها في روايات العامه والخاصه بمعنى عدم جواز الزواج من منهن ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لذا مرأة جاءت الى عائشه وقالت لها يا ام عائشه استنكرت هذا الكلام كما يرويه العامه في كتبهم الأمومة للرجال بمعنى عدم جواز الزواج بهن زين النبي أولى بالمؤمنة من أنفسه وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اولو الارحام يعني علي بن ابي طالب لانه رحم للرسول صلى الله عليه واله. هذا اولى برسول الله من المهاجرين ومن الانصار ومن غيرهم. طبعا هذه الايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هذه وردت في موضعين من القران الكريم. موضع في سورة الانفال وموضع في سورة الاحزاب. في موضع الآية ترتبط بالارث. لكن في هذا الموضع في هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ترتبط بالامرة بالخلافة من بعد الرسول صلى الله عليه واله ونحن أولى الناس برسول الله نسبا وقربا و أولوية لذا الرسول في يوم الغدير كما روته العامة والخاصة قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هنا المولى ومعنى الأولى به وإلا تلك المقدمة ما لها معنى، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ونحن أولى الناس برسول الله. ونحن الذين شرع الله لنا دينه. هذه الآية في سورة الشورى، الله سبحانه وتعالى يذكر أن التكوين له وأيضا التشريع له، فيقول: "له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد جمع مقلاد يعني مفتاح." له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع او يضيق انه بكل شيء عليم، عمله ليس عبثا وانما عن علم. هذا يرتبط بجانب التكوين. اما جانب التشريع فيقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى. يعني الدين الذي أنزله الله على أولي العزم أول العزم من الأنبياء فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل خمسة أولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم رسول الله محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام على آله هؤلاء الخمسة هم الأنبياء أول العزم وتفصيل الأنبياء أول العزم سيأتي إن شاء الله في أحاديث لاحقة هذه الآية تقول الدين الذي لكم أيها المسلمون هذا هو الدين نفس الدين الذي كان لنوح، نفس الدين الذي كان لابراهيم، كان لموسى، كان لعيسى، وهو لمحمد صلى الله عليه وآله. لأن دين الله واحد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين الله واحد. لماذا؟ لأن الدين شنو هو؟ الدين هو العقائد، العقائد ما تتغير حقائق ثابتة، الله واحد. الله قادر، رازق، حي، مريد، صادق، هذه أمور حقائق لا تتغير. الأنبياء من طرف الله، المعاد، هذه حقائق ثابتة. الركن الثاني من الدين الأخلاقيات. الأخلاقيات أيضاً حقائق حقائق ثابتة. الصدق، الوفاء، الاخلاص، هذه امور حقائق ثابته. هذه حسنه. الكذب قبيح، الظلم قبيح، اكل مال اليتيم قبيح، وما الى ذلك، هذه ايضا حقائق ثابته لا تتغير. الركن الثالث من الدين الشريعه، اصول الشريعه ايضا لا تتغير، انه تعبد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتغير، نعم الاختلاف في الشرائع في بعض التفاصيل، كيفية الصلاة كيفية الصوم كيفية الحج مثلا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض الأمور كانت محرمة في شرائع سابقة في شريعة موسى في شريعة عيسى الله سبحانه وتعالى أحلها لأن الله حرم بعض الأمور ولم تكن من الخبائث ولكن تضييقا على الظالبين هي طيبات لكن الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم لماذا؟ عقوبة لهم لأنهم ظلموا فلما ارسل عيسى وارساله كان رحمة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاختلاف الشرائع في بعض التفاصيل والا دين الله هو واحد فلذا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اللي هو اول انبياء العزم والذي أوحينا إليك هذا آخر أنبياء العزم محمد صلى الله عليه وآله وما وصينا به مو إبراهيم وموسى وعيسى هذه هؤلاء الثلاثة هم المتوسطون أولهم نوح آخرهم محمد هؤلاء الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام في الوسط زين شنو هو هذا الدين أن أقيم الدين هذا الوصية أن أقيم الدين يعني طبقوه ولا تحرفوا فيه ولا تتفرقوا فيه لا تختلفون في الدين الأنبياء كلهم لا نفرق بين أحد من رسله لأن الأنبياء معصومون لذلك الله سبحانه وتعالى وصاهم بأن يطبقوا الدين كاملا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي يعني يختار إليه من يشاء الله يختار للامامه وللنبوه من يشاء الناس ما لهم اختيار كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب زين هنا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول ونحن الذين شرع الله لنا دينه طبعا تشريع الدين للجميع لكن من هم الواسطه؟ في إبلاغ هذا الدين الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء يقول نحن أولئك الأوصياء الذي نبلغ هذا الدين ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه شرع لكم يا آل محمد هذا تفسير مزجي من الدين ما وصى به نوحا زين الشيء اللي وصى به نوحا وصى به محمد صلى الله عليه وآله ووصى به الأئمة لكي يبلغوه للناس والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا يعني الله علمنا ونحن بلغنا هسه الناس ما قبلوا وهي المشكلة في الناس نحن ورثة أولي العزم من الرسل أن أقيموا الدين يا آل محمد ولا تتفرقوا فيه يعني كونوا على جماعة متفقين كبر على المشركين من هم هؤلاء المشركين؟ من مصادقهم من اشرك بولايه علي فحينما جعلوا لنفسهم اختيار الامام اشركوا بالله لان اختيار الامام هذا امر خاص بالله سبحانه وتعالى كما ان اختيار النبوه امر خاص بالله سبحانه وتعالى فاذا واحد يقول اني اتمكن من ان اختار الانبياء فقد اشرك بالله يعني جعل ما هو خاص لله سبحانه وتعالى لنفسه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه من ولاية علي ثم يقول ان الله يا محمد يهدي اليه من ينيب من يحب الى ولاية علي عليه السلام هذا تفسير بالمصداق باعتبار انهم الواسطه الدين للجميع لكن الواسطه في تبليغ هذا الدين الانبياء ومن بعد الانبياء اوصياء الانبياء نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم لأن نتبع الأنبياء وأوصيائهم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.